مناسبة سعيدة بما يميز 3 سنوات من حكم خارطة الجمهورية، وهي ميزات تأسست على طبيعة البرنامج اللي تقدم به، البرنامج الانتخابي اللي تقدم به الشعب الموريتاني، واللي من أولها تأسيس أسلوب جديد في التعاطي مع الشأن العام عموما، يستثمر ويعترف بكل إنجازات كل أجيال، يأخذ العذر ويلتمس أحسن المخارج لكل تقصير نظرا للظروف التي تعود ملاته، وينفتح على كل الطيف السياسي والمجتمعي لاستماع له لاخذ برايه، ولا يقلع ذاك عن يقعد فيما فيها نقاط ما عليها الاتفاق، لقد يتم دائما اللقاء والنقاش والوديه حاضره.